السلام عليكم خوتي، معكم عارف هيبقى فيديو جديد اليوم ان شاء الله. اليوم اخوتي نجاوبكم على بعض اسئله المشاهدين، بقوا معنا اخوتي. كما قلنا لكم جاوب لكم على الاسئله اخوتي. السؤال الاول، واحد صديق قال لي واش يمكن يجوج سوبيانو مع غارتي؟ يعني اخي انت عندك سوبيانو وغارتيتان، يعني مصطفى يتجوج سوبيانو وغارتيتان. عندك غارتيتان خصو يعني اللي عندك كارس تجيب له لانتا، ولا عندك لانتا خصك تجيب له الدكار، مي كيتيو اصل كارتيتان اصلي، يعني ماشي كيتيك نص نص. يعني تقدر تجوج صبيان مع كارتيتان، ما كيتيو كيتيو كي نص نص. تقدر تيك الراسي، يعني داكشي من عند الله، يقدر تيك كارتيتان صبيان على حسب. يعني ما تقدرش تجوجهم، يعني احسن ما تزوجهم شي. كنصحك انا ما تزوجش كارتيتان مع صبيان، يعني عندك دكار جيب له لانتا. ندوز للسؤال الثاني. واحد الاخ قال لي يعني شحال شريتي الزنك، يعني الزنك هذا اللي دي سقص ويا براك. هادو كيتباعوا على حسب المترو، فهمتي؟ يعني هنا في السوق اللي عندنا في كاسابارطا، يعني معروف طنجة السوق في كاسابارطا كامل، يعني كامل هنا هادي، يعني المترو هادي فيها جوج مترو وخمسة، يعني على 90، يعني كتمل 60 درهم من الورقة، يعني كل ورقة فيها جوج متر ولا 90، يعني كتمل 60 درهم. على حسب، كنت في شي مدينة أخرى، يعني ما عرفتش أنا بالضبط مدن أخرين فين الأسواق وفين كيتباعو. المهم خليو هاد الموضوع بين قوسين. السؤال الثالث أخوتي، واحد صديق قال لي عندي غارتيتان يعني كيولد، وكانت فواياجور وما كيفقسوش. يعني كنقول لك اخا، يعني هنا جوج حالات، يعني تقدر تكون تينا ما كتضبطش الوقت تبديل البيض، حيت الوقت تبديل البيض كنت هضرت لكم عليه، يعني ما خصوش يفوت 3 ايام، ما خصوش يفوت، يعني ملي كيفوت 3 ايام البيض كتبقى 3 ايام، يعني تقدر ما تطلعش. ندوزو للسؤال الرابع. يعني واحد الصديق عاود قال لي عندي غارتيتان وشي شهر وشي حاجة، شي شهر وشي حاجة مع بعضيتو، وما كيديوهاش بايتس، يعني ما كيولدوش. يعني الحل خصك عندك دكار ولا نزا، يعني تقدر تجيب، يعني تشوف شي لانتا وتجربها مع الدكار، وتشوف شي دكار وتجربها مع اللانتا، يعني بتشوف فين كاين المشكل. يعني هذا هو الحل الواحد، يعني بتعرف عندي قدره باش يكون ما كيولدو شي ولا وحده، يعني هذا هو الحل، بتعرف شكون هي اللي فيها الديفو وشكون اللي ما فيهاش الديفو. السؤال الخامس، واحد صديق او قال لي كيفاش كتعمل تعوض الشراب، يعني الشراب هادو انا عندي هادي وسيم لكم طارق. هادي عاود كتباع عندنا هنا في طنجة، يعني 5 دراهم هادي كيتباعو. ما عرفتش كاين بلاد كيسقسيني هاد الأسئلة هادي، يعني يمكن تشي تبقى تشوف السوق الحمام اللي عندكم، يعني بلاصة اللي كيتباعو فيها الحمام ولا هادي في المدينة ديالكم، تقدرو تلقاوها، يعني ماشي شي حاجة. هادي كتشريها ب 5 دراهم هنا عندنا في طنجة، ماشي شي حاجة، وكتركبها مع القرعة. أنا كنركبها مع القرعة هادي ديال الضايم ديال كوكا، يعني مزيانة. نمشيو للسؤال السادس أخوتي. واحد صديق قال لي يعني شنو كطين الحمام ياكلو. كنقول لكم مقال الحمام، انا عندي يعني عندي مقال الحمام ديال فواياجور وصوبيان بوحديتها، اللي كنطين كارتيتان بوحديتها. ما يجيش هذا الفيديو طويل اخوتي، انا اوريكم الماكله دغيان ديال كارتيتان. ماكلة كارتيتان يعني ما تكونش فيها هاد الزريعة الحمراء هادي، الزريعة وهاد التركية هادي، يعني الدرا الحمراء هادو ما خصنيش نديهم من كارتيتان.
حيت ما كيقدروش يهضموها، وهي اللي كتسبب لهم في يعني يتراجعوا. وهذه يعني الحاجه غليظه دائما ما كيقدروش يهضموها، يعني دائما تقول لهم الحاجه رقيقه، الزرع الذره رقيقه، شي حاجه كل شيء رقيق، يعني اللي كيقدروا يهضموا الماكله ديالك. وغير يعني تقدر تطيح هذه الزرع، يعني ماشي مشكل. المهم اخوتي، يعني جاوبنا على بعض الاسئله، يعني ما غاداش نجاوب على الاسئله كامله بما يجي شي فيديو طويل اخوتي. بقاو معنا نوريكم بعض الميمات و تما يكون لاخر الفيديو ان شاء الله. بقاو معنا اخوتي. كيما كتشوفوا اخوتي، هذا واحد الزغل ديال الخنيسي، واحد الصديق قال لي يعني يمكن لك بيضات الاصل سوبيانو، انا واحد سوبيانو عطيت البيضات ديال كارتيتان، يعني هذا عندي مجرب هذاك، هذا كيوكل تبارك الله، يعني الحاجه مجربه، يعني واخا تيهم بيضات سوبيانو ماشي مشكل، يعني كتكون مجرب ملي ديك الكار كيوكل. هذا الانسان هذي فيها البيضه، هادو حاج يوسف يانوس، هادي لانسة الخينيسي، هادو الدكار، حاج الطريقة واحد الطريقة ديال كاين قوة اخوتي. صراحة هذا كيفرجني اذكر هذا تبارك الله. وهنا عندي الفرور الرئيسي، المهم اخوتي كان هذا هو الفيديو اليوم. اللي عجبو هاد الفيديو يمال ابوني، فعل الجرس باش يوصلو الجديد، و يمال لايك و يبارطاجي مع العشرة ديالك. ما عجبوش هاد الفيديو يمال ديسلايك و بيس دراري.